الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إن من الشقاء معصية الله أيام البلاء. كيفاش البلاء الآن ينزل عليه وإحنا نعصي الله؟ البلاء بماذا نقابله؟ البلاء نقابله لكي يرفع عنا، نقابله بالقربات، نقابله بالتضرع، نقابله بالتوبة، بالعودة، بالرجوع الصادق إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان من الشقاء في الأمة أنها تعصي الله عز وجل أيام نزول البلاء. البلاء لا يقابل بالمعاصي. يا ربي يا ربي نزعنا البلاء، ربي غاضب علينا، ربي ما هوش قابلنا، ماذا نصنع؟ الترك الفوري للمعاصي والذنوب والأثام والسيئات والمهلكات والحرام، والرجوع الصادق إلى الله عز وجل. شوف كاين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة هو نوع من أنواع البيوع الربوية، وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا الركون إلى التجارة والحياة الدنيا والخضوع إلى شهواتها وملذاتها وفتنها وغير ذلك، وتركتم الجهاد في سبيل الله. الله تعالى العقوبة الآن: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع الله عنكم هذا الذل إلا، قال في الحديث، إلا بالرجوع إلى الدين. الرجوع إلى الدين أننا نتوب إلى الله، وأننا نستغفر ربنا عما أسرفنا من الذنوب والأثام والمعاصي، ونجعله عهدا جديدا بيننا وبين الله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا الآن أنا أسألكم سؤالا، كل واحد ماذا بينا يشوف وش يسوى في ميزان الله؟ لأن ربي المتفق عليه بين المسلمين أن النصر من الله، ما يدخل في حتى واحد، لا أحزاب لا هيئات لا جماعات لا فلان لا علان، لا رأيت هذه الجماعة ولا رأيت هذه الجماعة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. مزيدك: وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، خاطر ربي ينصركم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. شوف تأمل هذه الآية الكريمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإذا ربي خذلنا من ينصرنا من دون الله؟ وهذا الأمر، النصرة هذه، بالك برك نغلطوا نشوفوا أنفسنا ونشوفوا عددنا ونشوفوا عدتنا فنتكل عليها وننسى الله. احذروا، هذه مسألة عقائدية.